اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية ربط دومين او نطاق خاص مع بلوجر. اذا على بركة الله في هذه الحلقة سنستعمل يعني دومين قد قمنا بشرائه من شركة نيمتشيب. اذا يعني هناك فيديوهات سبق وشرحت فيها كيف تقوم يعني يعني شراء من نطاقة من موقع نيمتشيب. اذا لدينا النطاق سنقوم بربطه مباشرة مع بلوجر، وسنتعرف على كيفية ربط الدومين بمنصة بلوجر. اذا على بركة الله هذا هو يعني النطاق الذي قمنا بشرائه. سنتوجه الى ماناج يعني بعد الدخول الى حسابنا على نيمتشيب، ثم سنتوجه الى هنا الى حيث خيارات Advanced DNS، ثم كما تشاهدون في هذه الخانة لدينا هنا اسم الموقع سنقوم بنسخه، ثم سنتوجه الى بلوجر، سنتوجه الى Settings، ثم بعد ذلك كما تشاهدون في هذا الخيار هنا سنقوم على يعني بالضغط على Setup this part URL for your blog، ثم سنقوم بإدراج يعني نقوم فقط يعني بإضافة www نقطة، ثم سنقوم بالضغط هنا على Save. إذا كما تشاهدون قد قام بإعطائنا يعني بعض أسماء سيرفرات التي سنقوم يعني بتركيبها على منصة أو موقع نيمتشيب ليتعرف الموقع على السيرفر الخاص به. إذا سنقوم يعني بأخذ اول شيء وهو www الهوست الخاص بال يعني بالموقع، ثم سنتوجه الى هذا الخيار هنا كما تشاهدون، ثم سنقوم بالضغط على Add New Record، ثم في هذا الخيار سنختار CNAME Record، ثم سنقوم بلصق الهوست هنا، ثم سنعود ونأخذ كذلك هذا النطاق هنا، ثم نعود الى نيمتشيب وكذلك نقوم بلصقه، ثم نعلم على خانة الصح بهذا الشكل حتى نقوم بحفظ المعلومات. نعود كذلك ثم نأخذ هذا الهوست، نعود كذلك الى نيمتشيب، ثم نقوم بالضغط مرة اخرى على Add New Record، ثم نقوم بالبحث على CNAME Record، ثم سنقوم بإدخال الهوست الخاص بالدومين، ثم اسم السيرفر من هنا، بعد ذلك سنقوم بوضعه في المكان المخصص، ثم سنقوم بالضغط على علامة صح، ثم سنقوم بحذف هذه الخيار هنا. يعني الموقع يقول لك ان سيتم اطلاق الموقع في 30 دقيقة، يعني يستعمل الموقع الخاص بك لإظهار الإعلانات، لكن سنقوم بحذف هذا الخيار يس، ثم سنعود الى منصة بلوجر الخاصة بنا وسنقوم بالضغط هنا على سيف، وننتظر كما يتم ربط الدومين الخاص بنا بمنصة بلوجر. اذا كما تشاهدون هنا اخوان يعني successfully قد تمت العملية بنجاح. سنقوم بالتوجه الى الموقع الخاص بنا ونشاهد يعني كيف سيظهر، ننتظر يعني ريتما يتم يعني اعادة توجيه النطاق الخاص بنا وسيظهر مباشرة، يعني ننتظر قليلا. الأمر يتطلب يعني قليلا من الوقت يعني حتى تتم إعادة توجيه المدونة إلى عنوان الـ URL، يعني فقط القليل من الصبر. يعني يمكنك الرجوع يعني لاحقا وستجد يعني أن المدونة تظهر بشكل جيد. إذا كما تشاهدون إخوانا هنا قد تم الربط بشكل جيد كما تشاهدون، يعني فقط يعني ننتظر كما يعني يظهر يعني الموقع الخاص بنا. سأقوم بأخذ العنوان ونقوم بإضافة
فتحيه على يعني براوزر الخاص بالموزيلا، لنرى يعني هل يعني يتم إذن. قد تستغرق العملية بعض الوقت، لكن كل ما عليك هو الصبر حتى تتم يعني عمل ريديركشن أو إعادة توجيه للموقع الخاص بك. إذن سنرى هنا بعض الخيارات، كذلك هنا إذن سنعود بعد أن يتم يعني ربط الدومين بشكل جيد، وأريكم يعني كيف يتم ربط الدومين بشكل صحيح. إذن كما تشاهدون إخواني، يعني ما هي إلا لحظات قليلة وقد تم ربط الدومين الخاص بنا بصفحة الهبوط التي قمنا بإنشائها على منصة بلوجر. وهذا الشرح يعني سيكون إن شاء الله مخصص بالنسبة للإخوان الذين يعملون على مواقع السي بي، وكذلك يعني الصفحة يعني تكون صفحة وحيدة، وربما يمكنك أن تقوم بوضع عليها منتج أفيليت أو يعني رابط للسي بي اي أو أي شيء من هذا القبيل. إذا سنقوم بالتوجه إلى الموقع الخاص بنا بالضغط على فاي بلوج لنشاهد يعني كيف تم ربط الدومين. إذا الإخوان كما تشاهدون، هذا هو اسم النطاق الذي قمنا بربطه كما تشاهدون هنا، وهو نطاق محمي يعني توجد عليه الاس في الاخير، HTTPS يعني الاس الخاصة بالحماية، هذا هو اسم النطاق. يعني تم ربط يعني النطاق بشكل جيد جدا، ستجدونه يعني من ضمن يعني النطاقات الخاصة بكم. كل هذه الامور قمنا بربطها كما قلت لكم، السينيم ريكورد يعني الهوست الخاص بها، وكذلك النيم سيرفر الخاص بها. يعني الطريقة فهي سهلة جدا الاخوان، ليس هناك اي مشكلة او اي صعوبة في يعني هذه العملية. كما تشاهدون هنا ستجدون ان الدومين الخاص بكم يظهر هنا اكتف. بالنسبة لهذا الخيار هنا، اذا كنتم يعني تريدون ان تضعوا الاوتو رينو يعني اعادة الشراء يعني عندما يقترب الدومين الخاص بكم من الانتهاء، يمكنكم ان يخبركم او اعادة الشراء مباشرة حتى لا يكون هناك اي يعني تنسى الموقع ويتم اغلاقه مباشرة. اذا وتأتي كالرسائل عبر الايميل. اذا كان هذا كل شيء اخواني، اتمنى ان يعجبكم الفيديو، وسنقوم ان شاء الله يعني شرح كيفية انشاء صفحة هبوط لعروض السي بي اي لبعض الاخوة الذين طلبوا هذا الشرح. كذلك سنبدأ ان شاء الله في شرح منصة بلوجر يعني كيفية التدوين والعمل مع جوجل ادسنس، وهذه هي طريقة يعني ربط بلوجر ب يعني نطاق خاص. يعني تبقى فقط ان نتكلم على بلوجر، وكل يوم ان شاء الله سيكون هناك حلقات جديدة يعني سلسلة سنخصصها لشرح كيفية انشاء مدونة بلوجر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.